في منتهى الصراحة اللي في الدنيا. ليست هناك دراما دلوقتي، والتلفزيون مفلس إفلاس كل وجزئي. لا أنا أسفة، واللي بيقدم مش على على مستوى، مش ده التنوير، مش ده التعليم، مش ده الشيء اللي يخليني أخد منه قدوة وأعملها، مش ده. في بعض حاجات حلوة والباقي كله يعني برفضه تمام. فأنا عايش على مسبيرو زمان، على كورة، على تنس، على نشرات أخبار، على أخبار الرئيس حاليا، لأنه عامل إنجازات غير طبيعية في البلد، ولو أن في ناس بأسيرة للغاية عامية وطرشة، هو بس مش العمى البصر، ده عمى بصيرة قلوب ما بيشوفوش ولا بيسمعوش ولا بيعمل، للأسف الشديد. لكن البلد فعزها دلوقتي البلد حلوة، ما عدا التمثيل. احنا عايزين وزير اعلام قوي يقدر يتخذ القرارات، عايزين مؤلفين ياخدوا من شرائح المجتمع اللي احنا موجودين فيه علشان نقدر نعمل بطولات. اللي حصلت في 6 اكتوبر لو قعدت تعملي عليها افلام من هنا لعشر سنين جاية، العشر سنين ما تكفيش. في بطولات مجهولة بشكل غير طبيعي، والجيش عنده الحاجات دي كلها، لكن بيطلع كل شيء بقدر، ما بيقولش كل حاجة على البتاع. وده شيمة الجيش، وده عظمة الجيش، انت واخده بالك؟ فعندنا بطولات غير اللي قدمت بشكل غير طبيعي، محترمه جدا جدا جدا. بس مين عايزين؟ كتاب، ناس مخلصه، عايزين مخرجين، وللاسف المخرجين الكبار قاعدين في بيوتهم. يعني اديكي مثال، مش هقول كلهم، يعني مثلا محمد فاضل، جمال عبد الحميد، انعام، محمد علي، في ناس كتيره جدا جدا قاعده في بيوتها ما بتشتغل. حرام عليكم، حرام عليكم وقت الناس دي. ايوه في شباب وجيل بيسلم جيل، بس خليهم يستفيدوا شويه من الناس دي الى ان يتوفانا الله. خدوا مننا على قد ما تقدروا، لان احنا اللي حفرنا في الصخر بدوافرنا دي عشان نبني اسماءنا. النهارده الاسماء بتبنى من دور النجم، النجمه اللي مش عارفه ايه، العري، يعني في اشياء كثيره بتقدم. لا مش من شمتنا، لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا طريقه بيوتنا ولا طريقه معيشتنا ولا 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 ولا. ان فضلت اكلمك هكلمك كتير قوي. فخدوا مننا الحاجات الحلوه واتركوا الحاجات الوحشه.